أهلا مشاهدينا، من جديد نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم. صباح الشروق دائما هو مساحة لتناول القضايا المهمة في المجتمع. بالأمس كان في انطلاقة للمبادرة السودانية للتغذية المدرسية بتنظيم مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر تحت شعار التغذية المدرسية من أجل تعليم مستدام. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن داخل الاستوديو الأستاذ عز الدين محمد أحمد الصافي، مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق. شكرا جزيلا على الاستضافة. الله يكرمك، نحن مبسوطين جدا بك صباحا، والشيء اللي أنت بتقوم به ده شيء عظيم في ظل ظروف صعبة نحن بنعيشها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. بداية نتعرف على المبادرة العظيمة اللي أنت أطلقتها دي. المبادرة السودانية للتغذية المدرسية تم انطلاقها أمس بتشريف السيد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، ورعاية السيد مولانا أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية، وحضور وتشريف عدد من وزراء الصحة والتعليم وعدد من شركائنا في الأمم المتحدة وفي المنظمات الأجنبية والمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. تهدف هذه المبادرة بالأساس إلى تحفيز الجميع وجميع أصحاب المصلحة في إيصال الوجبة المدرسية لكل طالب وطالبة في كل ربوع السودان. بنخصص بنبدأ بالمناطق الأكثر هشاشة، لأنه كما تفضلت الوضع الاقتصادي، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن أثرت بحد كبير في الأول، يعني زادت من مستويات حدة الفقر وبالتأكيد زادت من مستويات التسرب المدرسي. نحن في السودان وبكل أسف يعني العام السابق تتحدث التقديرات عن 3 مليون طالب وطالبة هم في سن المدرسة، هم خارج أسوار المدرسة، والتقديرات غير الرسمية تتحدث عن أكثر من ذلك. وبالتالي تبنينا هذه المبادرة في أنها تصل هذا العام، في هذا العام الدراسي تصل ل 400 ألف طالب وطالبة وتوفر لهم الوجبة الغذائية الكافية حتى أنه تساعدهم في حضورهم إلى المدرسة، وتساعد آبائهم كمان، تحفزهم على حضور تلاميذهم إلى المدرسة وبالتالي التحصيل الأكاديمي الجيد. أستاذ عز الدين، يعني 400 ألف دي هي ما سهلة، بيحتاج تكاتف الجميع بلا استثناء، يعني ما فقط المفوضية، المفروض حتى المجتمع يساهم معكم في العملية دي. فده تحدي كبير بالنسبة لكم، كيف حتقدروا تغطوا كل المناطق، مناطق الهشاشة والأماكن المحتاجة؟ يعني هو أكيد هذا تحدي، ولكن المفوضية عندها أصلا محور التغذية المدرسية إحدى المحاور اللي من شأنها تأسست المفوضية. 400 ألف هو بتكون فقط إضافة للجهود والمبادرات الأهلية في القطاع الخاص، كذلك الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة في العام السابق كفلت أو وصلت وجبة غذائية لأكثر من 2 مليون طالب وطالبة في كل السودان، بالذات في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة مثل معسكرات النزوح وغيرها. ولكن الحوجة الماسة للوجبة المدرسية لأكثر من 7 مليون طالب وطالبة هذا العام. مؤسف جداً أنه أنا كان في حديث معايا أمس في الورشة، معايا النائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي، قال لي السنة دي حتى 2 مليون أن إحنا لسه ما حصلنا على تمويلات لتوفير الوجبة المدرسية لهذا العام. وبالتالي التحدي كبير جداً جداً، مطالبة الدولة في أنها توفر، يعني تتبنى مشروع كبير، وهذا ما ذكره السيد تفضل به السيد النائب رئيس مجلس السيادة بالأمس، إنه الدولة تتبنى مشروع كبير لتوفير الوجبة المدرسية بل ودعم التعليم بكل مستوياته وتذليل كافة العقبات لهذه للتعليم في جميع المراحل. حتى نحن في السودان 39% من السودانيين في مرحلة التعليم، فتصور إنه إذا نحن توفقنا في وصول 39% انه ممكن السودان تنهض فقط بالتعليم. صحيح استاذ عز الدين، نحن دخلنا طوال في التفاصيل وتكلمنا على المشاريع اللي انت بتقوموا بها الان كابتدار يعني المبادره. المشاهد اللي بيتابعنا الان عايز يعرف المبادره نفسها يعني والادوار اللي بتقوم بها. المعنى المسمى فضفاض مفوضيه الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، يعني مسميات عديده في مؤسسه واحده. نعم، هي مفوضيه الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر انشئت في العام 2018 بالقرار الرئاسي عام 43، بتهدف في الاساس لتنسيق كل الجهود ووضع التشريعات والسياسات اللي بتعنى بالقضاء
على الفقر، الخفض حدة الفقر على المستوى القريب لكن القضاء عليه على المستوى البعيد، وأيضا بتضع خرائط الفقر في كل السودان عبر المسوحات الدورية. وهذا العام نحن بدأنا حقيقة في عمل مسح سميناه السجل الاجتماعي الموحد، واللي هو ده بيشرف على مسح كل الفقراء والأسر محدودة الدخل في كل السودان. حنبدأ هذا الشهر تحديدا، حنبدأ في ولايات جنوب دارفور وكسلا وشرقي دارفور وصولا إلى كل ولايات السودان بنهاية هذا العام إن شاء الله. سعيد الدين، حنجي نواصل في الحوار لكن في تقرير معد من الكنترول نتابعه، ومن ثم نعود نواصل هذه المساحة الحوارية المباشرة. فيما توافد الطلاب إلى مدارسهم بمراحلها الثلاث الابتدائية المتوسطة والثانوية إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، دشنت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بوزارة التنمية الاجتماعية أمس الأول بدار الشرطة بالخرطوم فعاليات المبادرة السودانية للتغذية المدرسية تحت شعار التغذية المدرسية من أجل تعليم مستدام، بتشريف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ومشاركة عدد من الوزراء الاتحاديين والمسؤولين ولفيف من المهتمين والعاملين بحقلي التعليم والتنمية الاجتماعية، وبمشاركة ممثلين للبعثات الدبلوماسية بالبلاد وبعض المنظمات المحلية والأجنبية. نحن استهدفنا يعني كل ولايات السودان، والمانتيت حقنا في المفوضية بنستهدف الولايات الأكثر المناطق الأكثر فقرا في الولايات. هذا المشروع على نطاق على يعني كل ولاية، يشمل كل ولايات السودان ويشمل 400,000 تلميذ وتلميذة. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خاطب الجلسة الافتتاحية للمبادرة مؤكدا التزامه بتوفير التغذية لألف من الطلاب المتفوقين من ذوي الشرائح الضعيفة الذين تحصلوا على نسبة نجاح 85% هذا العام بامتحانات الشهادة السودانية. في برنامج التغذية المدرسية لهذه المبادرة القيمة التي فيما أمن وزيري التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية على الدور المهم للتغذية المدرسية في ظل الظروف الحالية لا سيما وما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية راهنة جعلت من مصروفات التلاميذ عبئاً ثقيلاً آخر على كاهل ذويهم المطحونين أصلاً بالغلاء والدخل المحدود. ووسط هذه الظروف والمعطيات القاهرة يأتي الإعلان بأن يغطي برنامج التغذية المدرسية هذا العام 400,000 طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالمحليات الأكثر فقراً وهشاشة بالبلاد برداً وسلاماً، وليزيح قليلاً من الحمل الثقيل على أولياء أمور الطلاب المثقلين بالهموم والأرزاء. ومخرجات هذه الورشة هي استهداف 400,000 طالب كمرحلة أولية لهذه المبادرة. أعمال المبادرة شهدت تقديم 3 أوراق عمل قدمها خبراء ومختصين بمجال التغذية المدرسية تضمنت تاريخها وأهميتها حاضراً ومستقبلاً. قدمت ورقة بعنوان التغذية المدرسية الحاضر الماضي والمستقبل، أشرت إلى هذه الورقة إلى أهمية التغذية المدرسية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع وهي أطفال المدارس، وتحدثت عن الجوانب الصحية والتغذوية وبعض المشاكل التي تواجه أبناءنا في هذه المرحلة المهمة من العمر. اختتمت الجلسات وسط نقاش إيجابي واضح وحوار مثمر بناء، لكن الآمال المرجوة تبقى قائمة بأن تتنزل توصياتها لتصبح واقعا وحقيقة إيذانا بعودة التغذية المدرسية إلى المدارس بمراحلها المختلفة بعد غياب قصري طويل الأمد. أهلا مجددا مشاهدينا، نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم. شكرا جزيلا زميلنا متوكل برير على التقرير الشافي. نرحب مجددا بأستاذ عز الدين محمد أحمد الصافي مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر. أهلا مجددا. مرحب بك. مرحب. تكلمنا قلنا الاسم فضفاض بيحمل تفاصيل مختلفة في ظروف صعبة احنا بنعيشها الآن، تعقيدات اقتصادية واجتماعية وسياسية. المشاهد الآن اللي بتابعنا على الهواء عايز يعرف المحاور اللي انتم بتعملوا عليها شو؟
المفوضية لديها عدد من البرامج والمبادرات كما ذكرت في الأول، وأهم هذه البرامج هو توفير قاعدة بيانات للفقراء في كل السودان. نحن نتحدث حتى الآن عن تقديرات تشير لمستويات محددة من مستويات الفقر، ولكن هذه التقديرات مطالبين في أنه نصل للفقراء في كل السودان، وبالتالي المفوضية لديها عدد من برامج، مثلا برنامج الدعم النقدي المباشر، وقبله كان برنامج دعم الأسر السودانية سمرات. المفوضية إحدى منفذي دعم برنامج دعم الأسر السودانية، وقتها وصلت إلى أكثر من 400,000 أسرة بتحويلات نقدية قبل أن تتوقف للأسف، وتوقفت أيضا عدد من البرامج الأخرى اللي كان يمكن، أو التمويلات الأخرى اللي كان يمكن أن يستفيد منها المواطن السوداني توقفت عقب إجراءات 25 أكتوبر. ولكن الآن نحن في برنامج يسمى برنامج دعم النقد الاستراتيجي، بيستهدف 200,000 أسرة بتمويل من وزارة المالية بواقع 5,000 جنيه لكل أسرة، وأيضا عدد قليل نستهدف نتطلع لأنه نزيد من عدد الأسر المستهدف، وكذلك نزيد من المبلغ الموضوع. إذا كذلك عندنا برامج قبل ما ندخل في البرنامج الثاني، الاستهداف كيف قدرتوا تجمعوا إحصائية؟ هل للمركز ولا مناطق الهشاشة فقط، ولا في إجماع على مناطق كثيرة أنتم حاولتوا في الاهتمام؟ هذه في البرامج حقتنا في كل السودان، لدينا مراكز خفض الفقر في كل ولايات السودان، عندنا 18 مركز للأمان الاجتماعي وخفض الفقر في كل ولايات السودان، هم بيرفعوا لنا الكشوفات وفق دراساتهم بيعملوها على المستوى الميداني، على مستوى الوحدات الإدارية والمحليات وغيرها، وبيرفعوا الكشوفات. لدينا برنامج سيستم موضوع بعد رفع الكشوفات وربطها مع السجل المدني حتى نتأكد أنه هذا الشخص يمتلك رقم وطني، وبالتالي ربط الرقم الوطني نفسه مع البطاقة البنكية حتى تسهل له عملية بتاعت الإيصال المبالغ النقدية شهريا وبانتظام. فده برنامج الدعم النقدي المباشر بدأ ولا حيبدأ؟ لا شغال الآن. الآن شغال هذا البرنامج من منذ بداية هذا العام. الانسياب فقط وفق البيانات، لكن التمويل حتى الآن التزمت لنا وزارة المالية في الربع الأول والربع الثاني بالتمويل كامل، ووصلنا إلى الأسر واستلمت مبالغها، وكذلك عملنا تقاريرنا إلى وزارة المالية حتى نصل للربعين الأخيرين. لدينا برامج مشروعات مجتمعية العام السابق وأيضا بتمويل من وزارة المالية وبعض الشركاء، وصلنا إلى يعني عملنا حوالي 18 إنشاء 18 محطة مياه في أربع ولايات من السودان، إنشاء وصيانة، يعني أنشأنا محطة مياه متكاملة بالطاقة الشمسية، بتعمل بالطاقة الشمسية. أيضا لدينا مراكز خدمية نتفادق قصة الكهرباء. أيضا لدينا مراكز خدمية متكاملة بنسلمها للفقراء من التعاونيات في على الفي، وأيضا عندنا برنامج كبير جدا بالتنسيق مع سلعتي في دعم التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية، وخصصنا له مبلغ حوالي 2 مليار والآن يعمل حتى نصل لأكثر من 1,000 تعاونية. أستاذ عز الدين بس نقف شوية عشان المشاهد برضو يكون معنا في الصورة. دعم العيش ده نحن نتكلم إنه ما كل مرة الناس تنتظر إنه تجد الدعم من جهات مختلفة إذا كان مدنية أو خارجية يعني. فكيف نقدر نملك المواطن نفسه والأسر المحتاجة والمتعففة لأن هي تعمل عشان تنتج أكثر يعني؟ بالضبط كده، ودي واحدة من المشروعات الآن إحنا بنملكها، مشروعات وسائل إنتاج، وكذلك عندنا مشروعات بتعنى بتمويل بوضع تمويل أصغر، مخصصة تمويل أصغر ومتناهي الصغر للأسر المنتجة اقتصاديا حتى إنها تتمكن من الإنتاج وما تعتمد على الزاد، لأنه كل معظم المشروعات التي ذكرتها دي مشروعات مؤقتة، يعني ما بتمشي، يعني الدعم النقدي دي ما مشروعات بتخرج المواطن من وطأة الفقر إلى مرحلة الإنتاج. نحن نستهدف المواطن في نفسه حتى إنه يكون منتج ويكون معتد بنفسه، بدل ما يكون في اعتماد دائم على المنح والقروض اللي تجي. عز الدين يعني في أسر هي منتجة في حد نفسها بس عندها مشاريع ومحتاجة إنه المشاريع دي تنزل برعاية جهات عدة كيف. فأنتوا كيف بتقدروا إنه تحصروا أسر هي عندها مشاريع لكن عايزة تستمر فيها، هي أسر قليلة الدخل يعني. تماماً، المسح الاجتماعي اللي نحن عايزين نعمل فيه قاعدة بيانات فيها تسمى بالسجل الاجتماعي الموحد، ده بيحدد لنا تماماً، لدينا يعني نظام كامل بيحدد مستويات الفقر المختلفة من الفقر المدقع، الفقر المتوسط إلى
حد الفقر تحديدا، ونحن نتحدث عن التقديرات تشير لأكثر من 65% من السودانيين تحت وطأة الفقر حتى الآن، ويمكن تكون النسب دي زادت بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وبفعل أيضا الكوارث الطبيعية اللي حصلت من فيضانات وسيول وغيرها، دي كلها مهددات يتوقع أن إنها تزيد من نسب الفقر والفقراء. البرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يتحدث عن 14 مليون سوداني يحتاجون إلى إغاثة حاليا، فدي كلها نحن إذا توفرت لنا قاعدة البيانات بتخلينا نحن وفق قاعدة البيانات دي بنشوف المنتجين من الفقراء بالتعاون مع شركائنا المختلفين ممكن نوفر لهم مشروعات إنتاجية تساعدهم في التخفيف من حدة الفقر بل والخروج منه على المدى البعيد. عز الدين، نحن بنقول الشروق شمس السودان التي لا تغيب أو لا تغيب، هي في كل مكان في السودان محموله محتاج انه نجيب عنده، يعني في مناطق في اصقاع السودان محتاجه برضه انكم تصلوا، يعني فمحتاجين لشنو؟ انت بتتكلم عن انه ما في قاعده بتاعت بيانات حقيقيه او احصاء عشان تقدروا تنفذوا كل المشاريع، طيب الحوجه شنو عشان نصل للناس ذي؟ يعني اهم حاجه توفير الموارد الماليه اللازمه والموارد اللوجستيه اللازمه التي تسهل الوصول الى هؤلاء المحتاجين. حتى الان وزاره الماليه ايضا تبنت المسح الاجتماعي الشامل، ودي اهم نقطه محوريه بالنسبه لنا حتى انه توفير التمويل اللازم حتى انه نصل لكل الناس في كل مكان، ده اهم تحدي كان بيواجهنا فضلا عن التحديات الاخرى المتعلقه بالمسائل المجتمعية نفسها. يعني نحن عندنا ثقافات أحيانا بدعوق وصولنا إلى إلى هذا الشخص في الزمن المناسب، ولكن طيب دي محاور مختلفة، تكلمت عن محاور المياه، محاور كسب العيش اللي فيها الأسر المنتجة الممكن تكفي احتياجها وتقدر كمان تساعد غيرها. طيب المبادرة الأمس دي مبادرة عظيمة جدا، ونحن عندنا نكرر ثاني انه مشاكلنا الكثيره اللي بنمر بها الان هي صعبه، اقل ما يقال عنها هي صعبه ومحتاجه تكاتف الجميع بلا استثناء. يعني المبادرة بتاعت التغذية المدرسية دي في أخبار وأنباء انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي عايزين نتأكد مدى صحتها، بيقولوا إنه المفوضية والجهات الدعم حتكفل 85 للطلاب اللي أحرزوا نسبة 85 من الأسر المتعففة والفقيرة، ماذا عن دون ذلك يعني؟ نعم، وحقيقة نحن شكرنا نكرر شكرنا وتقديرنا لسيادة السيد النائب رئيس مجلس السيادة اللي شرف لنا هذه المبادرة تقديرا لاهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بالتعليم والتغذية المدرسية، وكذلك هو التزم بالتكفل بحوالي 1000 تلميذ وتلميذة أو طالب وطالبة من الأسر الفقيرة واللي هم تفوقوا هذا العام وأحرزوا درجات 85% فما فوق، تكفل برعايتهم وتكفل بإعاشتهم هذا العام الدراسي والأعوام الأخرى إن شاء الله. طيب النسبة للموضوع الآن دي حتقدروا تصلوا للناس زي كيف؟ برضو دي برضو بتواجهكم مشكلة بتاع جمع بيانات وداتا بالنسبة للطلاب اللي تفوق يعني في أصقاع السودان. المفوضية ما وحدها، يعني السيد وزير التعليم الاتحادي أيضا تبنى هذه المبادرة وتكفل هو أيضا يمين بتوفير كل البيانات اللازمة لهؤلاء الطلاب. لدينا بعض الدراسات بنعملها حتى أنه نحن أولويتنا الأسر الفقيرة، يعني وفي عدد حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بعدد من الحالات حتى هنا في الخرطوم. ودي مناسبة أنه نقول لهم ألف ألف مبروك هذا التفوق الباهر وكل الناجحين، وكذلك حظ أوفر للي ما أحرزوا نتائج مطلوبة ومقبولة هذا العام وإن شاء الله الأعوام القادمة. أستاذ عز الدين، يعني مواعين الدولة مرات ما بتعي إنه تنفذ كثير جدا من المشاريع على أرض الواقع، لذلك في منظمات بتاعة مجتمع مدني، في مساندين، في داعمين من الخارج والداخل، فأهمية إشراك المجتمع نفسه في تغطية كل المشاريع أنت بتقدموها قدر كيف مهمة؟ الدور المحوري اللي بتقوم به المفوضية هو تنسيق كل الجهود دي، هو الوصول للقطاع الخاص عبر المسؤولية المجتمعية مثلا، الوصول للقطاع الخاص والتحدث إليهم وإقناعهم بضرورة التدخل الكبير في
في تمويل هكذا برامج ومبادرات الوصول للسودانيين في المهاجر في الدياسبورا، في نتكلم معاهم ونوصلهم فكرة أنه مهم جدا جدا يتبنوا هذه المبادرات وتمويلها، لطالما أنها هي بتستهدف سودانيين فقراء متعففين. كذلك الدولة يجب أنها تقوم بواجبها ناحية تقديم السياسات اللازمة. نحن نتحدث عن واحدة من التوصيات اللي حقيقة حصلت في الورشة واللي ذكرها السيد وزير التنمية الاجتماعية، أنه لماذا لا تتبنى الدولة في مسألة التمويل تضع رسم مبلغ مالي من كل المعاملات المصرفية للمؤسسات الإيرادية، حتى إن هذا المبلغ كله يدعم الوجبة المدرسية في كل السودان. كذلك السيد النائب تحدث عن مشروع كبير، تتبني الدولة مشروع كبير يدعم التعليم بكل جوانبه من ضمن الوجبة المدرسية ويعيد تأهيل الداخليات. فدي كلها الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو الوصول إلى الأفكار المشتركة وكذلك التمويلات والموارد المشتركة اللي بتجينا من كل الجهات إن شاء الله. إحنا كلنا ثقة بالمشاريع أنت بتقدموها، لكن برضو في لسان حال العامة بيقول إنه معظم الداعمين إذا كان أنت بتتكلم إنه تستقطع يعني خدمة بالنسبة للطلاب أو للوجبة المدرسية أو التغذية المدرسية، لا بتكلم عن المصداقية قدر كيف برضو مهمة من الداعمين إنه تكون في منصات معينة للجمع بعد ذاك يكون في تحليل ويكون في متابعة ورقابة يعني. ده سؤال مهم جدا، ولذلك نحن حرصنا على إنه أول حاجة نضع السيستم قبل ما نجمع، نضع برنامج يكون شفاف جدا جدا، يعني المانح ده يكون عارف انه هو المنحة حقته دي وصلت، وحتى صحيح. وصلت لمن بالاسماء باسم الطالب او الطالبة وفي موقعه وفي منطقته، حتى انه هو ذاته يكون معانا يساعدنا نفسه المانح ده يساعدنا في عملية التقييم والمتابعة، حسب القيمة بتاعت العطاء نفسها بالضبط في عملية التقييم والمتابعة وقياس الأثر، لانه حقيقة السودانيين مشهورين بتكافلهم وتراحمهم وتوادهم وتسامحهم تجاه، ولكن فقدوا الثقة في لحظة من اللحظات من السيستم، من النظام نفسه، النظام الحكومي سواء كان النظام الحكومي أو غيره، وبالتالي بقت معظم المبادرات بيقوموا بها هم بنفسهم. يعني نحن الآن كنا نتحدث عن إحدى هذه المبادرات، وهي مبادرة رائدة جدا حقيقة في دعم الوجبة المدرسية، ولكنها مبادرة أهلية ما داخلة بالنظام الحكومي ولا حتى نحن معروفة بالنسبة لنا. فواجب أنا آسف جدا للمقاطعة، يعني برضو عشان نكمل الفكرة للمشاهد، إذا كان من الداعمين، إذا عملنا توأمة ما بين الداعمين والجهات الحكومية نفسها ممكن نغطي كثير جدا من المشاريع. طب بإمكانية إنه تدمج كل المشاريع مع بعض، المبادرات اللي تقدم بالنسبة للمجتمع مع بعضها، كيف ممكن أثر بيبقى يعني؟ تماما، ودي واحدة أيضا من التوصيات اللي طلع خرجت بها المبادرة السودانية، في إنه يكون في مجموعة عمل تجمع كل أصحاب المصلحة، الداعمين والممولين من الخارج، الأمم المتحدة، ممثلين ممولين من السودانيين في الخارج في المهجر، بالإضافة للجهات الحكومية كلها تكون عندها هي اللي تضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية ودعم الوجبة المدرسية، وهي اللي تتابع العمليات بتاعت التنفيذ المختلفة في كل مراحله. طيب أستاذ، يعني احنا نمشي تدريجيا، احنا ماشيين لخواتيم الفقرة معك، لكن بتكلم إذا كان الداعمين من المجتمع الخارجي أو المواطنين أنفسهم الداعمين من أبناء السودان البارين يعني، فنتكلم عن الداعمين من جهات تانية بالنسبة لكم أنتم، كيف شراكاتكم بتتم معهم عشان الخدمة تقدم بالصورة المطلوبة؟ نعم، نحن في العام السابق وقعنا على مذكرة تفاهم بموجبة حصلنا على تمويل حوالي 45 مليون دولار من دولة ألمانيا، وصلت منها المبلغ الأول، الدفعة الأولى كانت حوالي 22 مليون دولار للوصول إلى الأمهات الحوامل في شرق السودان وتقديم الدعم الصحي والدعم النقدي، النقدي الاجتماعي والصحي، يعني تقديم حزمة من الخدمات الصحية للنساء للوصول للطفل ده من عمر شهرين في الحمل حتى يصل لألف يوم. هذا البرنامج للأسف الآن توقف، يعني أو هو ده بدعم ايضا فني من اليونيسيف. الجزء الاول حاليا ماشي، ولكن ماشي ببطء كبير جدا جدا، بنحاول بنقنع في الشركة في انه التمويلات اللي بتقدم هي بتستهدف المواطنين الفقراء في اصقاع السودان، ما عندها علاقه بالوضع السياسي المعين المحدد، وبالتالي مهم جدا جدا انه يكون في فصل. يعني دي حقيقه مبادره مناشده لكل المانحين في المنظمات الأمم المتحدة وكذا، إنه في المشروعات الاجتماعية وبرامج اللايف سيفينج أو البرامج المنقذة للحياة، مهم جدا إنها تواصل في العمل حقها حتى إنها تصل للمواطنين دي. وعندنا مشكلة كبيرة في السودان، إنه كل ما تبدأ يبتدروا مشاريع جديدة
وتستمروا تجيب ما بيستمروا من نفس المشاريع، يبدوا بداية جديدة بتفاصيل جديدة وتكاليف جديدة كمان. في ختام فقرتنا معاك ما فضلنا الكثير أستاذ عز الدين، نتكلم عن أهم مخرجاتكم ممكن تنفذ والآلية ممكن تنفذ بها شنو يعني سريعا. نعم، أنا أتحدث عن أهم التوصيات اللي خرجت بها المبادرة، مثل ما ذكرت أنه تبني مشروع وطني كبير لدعم التعليم وإلزام الحكومة بدعم مجانية التعليم وتقديم الوجبة المدرسية خاصة في المناطق الأكثر فقرا، وتكوين وتنسيق آلية تجمع جميع الجهات ذات الصلة في وضع الاستراتيجية الوطنية للوجبة المدرسية، كذلك توفعيل دور المسؤولية المجتمعية ووضع استراتيجية شاملة كما ذكرت، بالإضافة لتخصيص الرسم المالي اللي مفروض يدعم الوجبة المدرسية ويدعم إعادة تأهيل السكن المدرسي كذلك، بالإضافة إلى بناء نظام متكامل، نظام متكامل شفاف حتى يصل لكل كل الناس اللي الممولين يشوفوا إنه كيف تمويلاتهم دي وصلت إلى المستفيد الأخير. وأنا شكرا جزيلا لكم. الله يكرمك أستاذ عز الدين. محمد أحمد الصافي، مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، كتر خيرك على حضورك صباحا، وإن شاء الله نحن معاكم في كل مشاريعكم عشان نبرزها لكل المشاهدين اللي تابعونا من خلال صباح الشروق لليوم. كتر خيرك. أشكرك جزيلا الشكر وأشكر كل مشاهديك. شكرا جزيلا.